الآن نبدأ بالديموسفيت. الديموسفيت من ناحية التحليل ما بيختلف نهائيا عن الجيفيت، لذلك راح ناخذ سؤال فولتج ديفايدر عليه، وفيما بعد راح نجي مرة ثانية ونحل عليهم أسئلة. نبدأ بالدي سي أناليسيس. في عنا الدارة هاي، طبعا هذا شكل الترانزستور ما بيختلف نهائيا عن الجيفيت من ناحية التحليل. نبدأ بالدي سي، طبعا هذا فولتج ديفايدر، بدنا نطلع ار ثيفينين وتساوي 110 بالتوازي مع 10، وتساوي بتطلع لنا 9.17 ميجا اوم. ال في ثيفينين ونطلعها تساوي 18 في 10 ميجا أوم على 110 زائد 10 ميجا، تطلع معنا 1.5 فولت. طبعا هاي تساوي في جي اللي هي في الجيت. بنطلع اي دي تساوي اي دي اس اس في 1 ناقص في جي اس على في بي، طبعا تربيع، وتساوي اي دي اس اس من السؤال 6 ملي امبير في 1 ناقص في جي اس. بدنا نطلعها في جي اس، بنطلعها من الدارة تساوي، طبعا من الدارة الجديدة اللي عملناها ار ثيفينين طلعنا لها ار ثيفينين وفي ثيفينين، نرسمها طلع عنا هيك. في ثيفينين 1.5 فولت، 9.17 ميجا، 150 اوم. هاي 1.8 كيلو، هاي 18 فولت. في جي اس بتطلع عنا في جي اللي هي 1.5 ناقص في اس اللي هي اي دي في 150، 150 في اي دي. طيب اي دي طبعا مش معنا، احنا بدنا نطلعها بالاصل، فمنعوض هاي في في جي اس، تطلع عنا اي دي، او هون عشان خلينا نكملها، تطلع اي دي هون 6 ملي امبير في 1 ناقص في جي اس 1.5 ناقص 150 اي دي على في بي، معطيني اياها سالب 3، حط هون زائد وهون 3، هاي كلها تربيع. نحلها على آلة الحاسبة زي ما عرفنا، تطلع اي دي تساوي 7.6 ملي أمبير. زي ما شفنا اي دي ممكن تطلع اكبر من اي دي اس اس بعكس الجيفت. في الجيفت اي دي مش ممكن تكون اكبر من الاي دي اس اس، في الديموسفيت لا ممكن. الفي جي اس برضه لو طلعناها هون تساوي 1.5 ناقص 150 في 7.6، وتساوي 0.35 فولت. لو قارناها هاي في الجيفت كانت تطلع دائما أصغر من صفر بالسالب يعني، أما هسه في الديموسفيت ممكن إنها تطلع أكبر من صفر. طيب نطلع جي ام تساوي 2 اي دي اس اس على في بي 1 ناقص في جي اس على في بي، وتساوي عنا 4.47 ملي سيمنز. طيب نبدأ بالـ AC analysis.
نرسم الدارة عرفنا ال V input هاي العشرة ميجا اللي هي هاي المقاومة توازي معها 110 ميجا مشينا هيك نزلنا في المقاومة بعدين شفنا فيه بالتوازي معها هذا البرانش كامل طبعا هذا البرانش بصفي منه بس المقاومة لأن الدي سي سورس راح يصير شورت سيركت فمشينا 110 ومشينا هون جانا الترانزستور طب الإكوفالنت سيركت للترانزستور هذا نفسه ترانزستور الإكوفالنت سيركت للبي جي تي أو للجيفت ترانزستور هاي عندنا الجيت هذا السورس 150 أو في عندنا هون كاباسيتور طبعا راح يشرد على 150 أوم راح تصير عندنا هون جراوند هون عندنا كرنت سورس جي ام في جي اس هون ار دي سمول هذا الدرين هذا السورس هذا الجيت طلعنا من الدرين ننزل مقاومة ال ار دي كابيتال 1.8 كيلو اوم بعدين على الجراوند بعدين على في اوت طيب الان بنطلع زد انبوت تساوي اللي هي من هون 110 ميجا توازي مع 10 ميجا وتساوي 9.17 ميجا أوم زد أوتبوت من هون 1.8 كيلو توازي مع ار دي سمول ار دي سمول بنطلعها من وين من 1/YOS معطينا اياها في السؤال معطينا اياها في السؤال 10 مايكرو سكند 1/10 × 10^6 وتساوي 0.1 ميجا أوم هاي تساوي 1.8 كيلو أوم تقريبا يعني كونها هاي 100 كيلو أوم أو 1/10 ميجا توازي مع هاي راح تطلع تقريبا هي المقاومة الصغيرة طيب عندنا AV no load تساوي V output على V input في اوتبوت بنطلعها تساوي هيها في اوتبوت نفس طريقة الجيفت ار دي سمول بر الماء 1.8 كيلو في جي ام سالب جي ام ضرب طبعا سالب جي ام في جي اس الفي انبوت نطلعها اللي هي نفسها في جي اس انه هاي شورت سيركت بتطلع في جي اس اي في نو لود بتطلع في اوتبوت على في انبوت وتساوي سالب جي ام ار دي 100 اوم 100 كيلو اوم توازي مع 1.8 كيلو اوم تطلع تقريبا 1.8 في سالب جي ام طلعناها تساوي 4.47 ملي سيمنز في 100 كيلو مع الواحد يعني تقريبا 1.8 كيلو وتساوي
ثمانية تقريبا فاصل صفر خمسة. نبدأ بالإيموسفيت. الإيموسفيت من ناحية تحليلية نفس الجافيت والديموسفيت، لكن في القانونين اللي عندنا نطلع منهم اي دي وجي ام بيختلفوا عنه. نشوف دائرة الإيموسفيت درين فيدباك اللي هي عندنا الدارة هاي، هاي عندنا ار فيدباك. نبدأ بتحليل الدي سي إلها. بدنا نطلع احنا اول اشي جي ام، الهدف من الدي سي هو نطلع قيمة جي ام عشان نعوضه في الاي سي اناليسيس. فكيف بدنا نطلع قيمة جي ام؟ لازم يكون جي ام اللي هي قانونها زي ما شفنا من هاي تساوي 2 كي، كي اللي هو ثابت معطينا اياه في السؤال، في جي اس ناقص في جي اس ثريشولد اللي هي فولتية العتبة. هاي طبعا بعطينا اياها كمان بالسؤال. بضل علينا نطلع في جي اس وجي ام، طبعا لازم نطلع. كيف بدنا نطلع جي في جي اس؟ ان القانون هذا اي دي تساوي اي دي تساوي كي في جي اس ناقص في جي اس ثريشولد فولتية العتبة تربيع. هاي عندنا فيها مجهولين اي دي وفي جي اس، بدنا نخليها بدنا نطلع كمان معادلة عشان نطلع قيمة في جي اس، هي الهدف عشان نطلع فيها قيمة جي ام. بنشوف الدارة عندنا هون، نقدر ناخذ لوب من هون هيك حتى نطلع قيمة في جي اس. نشوف كيف سالب في دي دي اللي هي دائما بتكون معطينا في الدارة زائد ار دي في التيار اللي ماشي هون اللي هو اي دي اي دي زائد ار اف. مشينا هيك التيار اللي ماشي هون ايش؟ اي جيت. حكينا اي جيت دائما يساوي صفر، اذا ار اف ما بنحطها لانه يساوي صفر، ما عليها دروب فولتج اصلا. زائد مشينا هيك بدنا نشوف هسا قيمة في جي اس اللي هون، هاي موجب هاي سالب في جي اس زائد في جي اس تساوي جراند صفر. طيب بدنا نطلع قيمة، احنا شو اللي بدنا اياه بالاصل؟ ان نطلع قيمة في جي اس، عشان هيك بنطلع قيمة اي دي في المعادلة هاي. بنشوف كم اي دي، اي دي تساوي ننقل في دي دي للجهة هاي و في جي اس للجهة هاي، طلع لنا في دي دي ناقص في جي اس على ار دي تساوي كي في في جي اس ناقص في جي اس ثريشولد كل تربيع. هون صارت عندنا معادلة بمتغير واحد أو مجهول واحد، في جي اس هاي أول واحد أول مجهول أو هو المجهول الواحد اللي هو في جي اس، هون في جي اس وهاي معلومة في الدارة معطينا إياها، وهاي معطينا إياها في الدارة، وهاي بعطينا إياها في السؤال، وهاي بعطينا إياها في السؤال. هون بتطلع عندنا في جي اس قيمة في جي اس. هسه بنعوض في قيمة عشان نطلع جي ام، بنطلع فيها في جي اس 2 كي، هاي كي اللي هي الكونستنت في في جي اس، قيمة في جي اس اللي هي بنكون مطلعينها معوضين بالارقام ومطلعينها، هاي بتكون معلومة، ناقص في جي اس ثريشولد. هون صار عندنا متغير مجهول واحد اللي هو جي ام من طلع. نبدأ بالـ AC Analysis. الـ AC Analysis للدارة هاي
طيب نبدأ من عند ال V input، هاي ال V input نبدأ من عندها، هاي V input، عشان من ال V input في عنا ال RF، هاي خلوها هاي جاية بين ال gate وال drain، تمام. خلينا نحط أول ال أول ما قبل ما نحط نطلع وين الدرين وين الجيت، بعدين بنحط بينهم المقاومة. نمشي في عنا الترانزستور، هاي الجيت، الترانزستور هذا السورس، السورس عنا grounded، في عنا current source نفس بالضبط نفس جي ام في جي اس، نفس الفت كلهم لهم نفس الايكوفالنت سيركت للترانزستور نفسه، ار دي سمول، هذا عندنا الدرين. طيب هاي مقاومة الار فيد باك، نحطها بين الدرين وبين الجيت زي ما احنا شايفين هون، هذا الدرين وهذا الجيت، هاي ار فيد باك. هسه هون شوفي عنا بعد الدرين R دي كابيتال، وبرلل معها ال V out. طيب من الدارة هاي نطلع زد input، زد input عشان نطلعها لازم نحول هاي ال RF عشان تسهل علينا، بنحولها لهيك مقاومة، هيك بصير بس لازم راح تتغير قيمتها طبعا. هاي اسمها RM، RM تساوي RF اللي هي الفيدباك على 1 ناقص AV، هاي هذا القانون لازم نحفظه. طيب AV مش معنا أصلا، فلازم نطلع AV قبل ما نطلع زد input، نطلع زد output أول تساوي اللي هي المقاومة اللي هون RD capital parallel مع RD small. طيب زد output في شغلة ما حكيناها يعني في الدارة هاي بتهمنا، لما نطلع زد اوتبوت في انبوت بنشرتها مع الجراوند، هاي في انبوت وهذا جراوند، هاي منشرته لما نطلع، لما نيجي بدنا نطلع زد اوتبوت، فبتصير عنا الدارة هاي، بتصير عنا ار دي، هاي بتصير مشرتة على طول، فبتصير عنا ار دي كابيتال بارلل مع ار دي سمول، هاي قيمتها بتصير زيرو لأن شرطنا ال VG مع ال VS، فبتصير قيمة VGS زيرو، فبصير ال current source open circuit، بصير ال current source open circuit. أعيد، إحنا لما شرطنا، لما بدنا نطلع زد output في الدارة هاي بنشرط ال V input، فبتصير عنا RD capital parallel مع RD small parallel مع RF. طب ال current source وين راح؟ ال current source VG يساوي GM في VGS، طب VGS صارت عندنا تساوي صفر، ليش؟ لأن شرطنا هاي، صارت فرق الجهد لهاي VGS موجب سالب VGS صارت تساوي صفر، فصار ال current source open circuit، فصارت عندنا RD capital parallel مع RD small parallel مع RF. طيب نطلع AV no load تساوي V output على V input، V output تساوي Z output في I output، تقريبا تساوي للتبسيط يعني بنعملها RD capital parallel مع RD small في GM سالب GM VGS، اعتبرنا انه هاي التيار اللي جاي منها صفره قليل جدا فعليا. V input تساوي اللي هي هون اللي هي VGS نفسها، طبعا في لما شرطنا على الدارة كانت في Z output بس،
بعدين هاي بس في حالة الزد اوتبوت بنشرط على الـ على ال في انبوت. صار ال في انبوت في جي اس هون تساوي ال اي في نو لود، صارت تساوي سالب جي ام ار دي كابيتال بارلل مع ار دي سمول. طبعا الدارة هاي ممكن تيجي عنا في الانهانسمنت في الايموسفيت او في الديموسفيت او في الجيفت، كلها نفس الطريقة، او حتى اجت في البي جي تي عندكم في مادة الفيرست، كلها نفس الطريقة. المهم نفهم الدارة كيف ونشتغل عليها سيركت وتمشي الامور. تمام ان شاء الله.